لو مودك مش رايق متلخبط متضايق سرحان مش فايق يومك نقصه نور جديد لو تايه وده عادي مش عايز تمشي الناحية دي خليها علينا المرة دي وابدأ يومك بنور جديد را با بارارارا بارارارا بارا دخل قلبك نور جديد. صباح الخير. صباح الخير يا طنطن. عامل ايه؟ ازيك يا عزة؟ ايه يا ابني مالك؟ في ايه؟ انا سمعت انت ما كنتش عايز تصور النهارده. مش قادر ريتا مقريف مش قادر اعمل اي حاجة. مقريف ليه يعني في ايه؟ مكتئب يا ريتا مكتئب. مالك يا توني؟ اكتئاب ايه وبتاع ايه؟ ما تسترجل كده. استرجل؟ لسه ريتا انك ما جالكيش كتاب قبل كده او ما تعرفيش احساسه ايه اصلا. عارفة يعني من اول ما تصحي الصبح تفتحي فونك تشوفي سواد يا ريتا؟ فتهربي بالنوم مرة تاني؟ عارفة يعني ايه يا ريتا ان يبقى شهيتك مش متظبطة خالص يا بتاكلي كتير جدا بباشاعة يا ما بتاكليش خالص؟ طب عارفة يعني ايه برضو يا ريتا؟ ان كل الناس اللي حواليك مش قادرة تفهم زعلك عامل ازاي؟ انت الوحيدة بس اللي فاهمة انت زعلانة ازاي ومش قادرة تظهري ده ولا تعبري عنه للناس؟ ابسط الامور في حياتك مش قادرة تعمليها حتى انك تقومي تغسلي وشك وتنزلي شغلك، وكل الناس بتطالبك انك تمارس حياتك عادي. فكتر الف خيري اني بنزل شغلي كل يوم وبمارس حياتي بمنتهى الطبيعية. فما تجيش انت وتقولي استرجل بقى، لاني انا مسترجل كويس قوي. الاكتئاب هو احد اكتر الاضطرابات النفسيه شيوعا. منظمه الصحه العالميه قدرت عدد المصابين بالاكتئاب حوالين العالم بحوالي 322 مليون شخص. كمان قدرت منظمه الصحه العالميه ان نسبه المكتئبين من الرجال تقريبا بتوصل 15%، اما الستات اللي بيصابوا بالاكتئاب فبتتراوح نسبتهم حوالي من 20-25%. اطباء علم النفس بيأكدوا ان مؤشرات الاكتئاب 3: مؤشر بيبان على العاطفة، وده اللي تحس نفسك مقبوض، في سحابة سودة حواليك، حاسس نفسك في نفق مظلم، حاسس نفسك حساس قوي مش عايز تتكلم مع حد. وفي مؤشرات تاني اسمها مؤشرات ذهنية، دي اللي هي تحس ان الفكر بتاعك مشوش، مش قادر تاخد قرارات، او بتاخد قرارات مش منطقية قوي ومش لايقة عليك، افكارك كمان مش متنظمة ولا مترتبة. ومؤشرات تالتة هي مؤشرات جسدية، دي بقى اللي بتبقى حاسس فيها انك ما عندكش طاقة، كسلان، عظمك بيوجعك، جسمك كده ومفاصلك مش مظبوطين، عندك صداع بشكل مستمر. الأطباء برضو أكدوا إن في عشرات الأسباب اللي بتؤدي للاكتئاب، لكن لخصوها هنا في سببين أساسيين. السبب الأولاني إن في حاجة كده في كمية المخ بتسبب الاكتئاب، والحاجة دي للأسف ممكن ما يكونش أبداً ليك دور فيها ولا معروف سببها ولا معادها ولا بتيجي إمتى بالظبط، لكن غالباً قالوا يعني إن هي بتيجي لنسبة من المراهقين ولكبار السن. السبب الثاني إن يمر الإنسان بشوية ضغوطات أو مواقف أكبر منه أو طاقته مش قادرة تستحملها، فده يقوده للاكتئاب. الأطباء كمان قالوا إن في فرق كبير قوي بين الحزن والاكتئاب، فممكن الأعراض اللي فاتت دي تجي لك يوم، اتنين، تلاتة وتمشي، فقشطة يعني، فأنت اللي عندك ده حزن، محتاج تفضفض، محتاج تغير جو، محتاج تتكلم مع حد وتشوف إيه المشاكل اللي عندك وتحاول تحلها. فاللي قلناه فوق ده لو عندك وقعد 15 يوم أو أكتر فأنت غالباً اللي عندك ده مش حزن، أنت عندك اكتئاب ومحتاج لمساعدة. من فضلك اسمع باقي الفقرات بتاعة الحلقة عشان تعرف تساعد نفسك إزاي أو تساعد حبايبك إزاي. مش اكتئاب اللي هو اكتئاب يعني. كانت فترة امتحاناتي وبعدها كنت حاسة ان انا مش قادرة اذاكر. كتير تقريبا. لا كتير. كنت متضايق وساعات بعيط. بنعزل عن الناس كتير قوي. ما بعرفش انام. ممكن حد ينفصل عن حد هو بيحبه. يبقى حتى الناس اللي انا بحبهم بيبقوا شايفيني فاشلة. ان انا مش حاسس بالرضا. شخص يتأذي من حد يعني او من مجموعة. الوحدة. بحس ان الرجالة اكتئابهم اكتر لان هما بيبقوا شايلين مسؤوليات كتيره قوي. يعني الرجاله ممكن نقول يعني عشان بيتعرضوا دايما لضغوطات في الشغل او كده. اعتقد الستات ممكن نقول الستات عشان هما حساسين اكتر، عشان هما عندهم مشاعر اكتر من الرجاله، علشان في مجتمعنا في حاجات كتير قوي بتبقى بتخنقهم وبتبقى رود عليهم في وسط العيله وفي وسط الشارع. ساعات بيوصل للانتحار لو ناس كتير حواليا. اكيد جدا يعني مش معدي بس ينفع عن
طاقة سلبية من الكلام اللي اتقال كتير كئيب للي انا بحكيله او اللي بيتحكيله. شوية اقرب منه واحضنه واقعد اتكلم معاه. اللي سمعته ان احسن حاجة ان انا اسمع ما اديش ما افضلش ادي دوافع او ان انا اقول ان انت اعمل كذا او كذا بيبقى احسن، عشان الفترة دي هم ما بيبقوش مستحملين ان حد يدي له كومنت اصلا. فحاول ان انا اسمع وحاول اوصل معاهم لحل. ممكن اروح واكلم معاه لو هو سامح لي بالحتة دي. بحاول اخرجه من المود الاكتئاب اللي هو فيه، وبعد كده ابتدي اسمع منه وحاول ادي له نصايح. اي حد عنده مشكله هو بس مش محتاج منك الا ان انت تكون جنبه، تقول له انا جنبك وانا قابلك زي ما انت وانا بحبك زي ما انت. انا كنت بركب خيل انا وبعض من اصدقائي، الخيل جري بيا فجاه كده فوقعت على دراعي، حصل تهشم في دراعي بشكل كبير. بعد العمليه العصب بتاع دراعي اتوقف، مش بعرف احرك ايدي، فالدكاتره قالوا لي مش هتحرك ايدك تاني. احباط شديد جدا، راقد على السرير، ايدي اتشلت، ما باكلش، مش بتكلم مع اهلي. حصل لي نوع من انواع الدربكه في دماغي لغايه ما وصلت لمرحله ان انا زهقت من حياتي دي وحياتي خلاص اتدمرت، انا مش عايز اكمل. فكان عندي صراع بين ان انا شخص بحب الحياه جدا وشخص قرر ان هو مش عايز يكمل حياته. فلما كتبت طرق الانتحار على جوجل جاب لي على سيرش ريزلت علاج الاكتئاب، فدخلت على لينك وبدات اقرا اعراض الاكتئاب، وفي لقيت في تيست كده احله اعرف نسبه الاكتئاب بتاعتي، فانا حليته فطلعت نسبه الاكتئاب عندي شديده. فبدات بقى ايه اقرا اكتر، وده وداني للمرحله الثانيه ان انا محتاج مساعده، ومن هنا جت فكره ان انا محتاج دكتور نفسي. اهلي كانوا مش مدركين فكره هو يعني ايه اكتئاب، يعني ايه مريض نفسي. حاجه مهمه ثانيه، اهلي كانوا شايفينها ان انا مكتئب علشان ما بصليش في المرحله دي. في فرق بين نفسيتي لما اقرب من ربنا، الفرق لما يبقى عندي مشكله نفسيه. وده بيطرح سؤال مهم، هو يعني ايه اصلا مشكله نفسيه؟ ببساطه وبشكل واضح، مشكله نفسيه هو شخص مش قادر يدير افكاره ومشاعره وتصرفاته بشكل حقيقي، فبيؤدي ان تصرفاته تكون مختلفه. الدكتور اللي عمله معايا ان هو بيقعد يسمعني ويحلل من وراها اولا افكاري ومشاعري، وبعد كده بيديني ادوات بحيث ان انا اقدر ادير افكاري ومشاعري بشكل سليم. ولو افكاري ومشاعري اتدارت بشكل سليم سلوكي هيبقى كويس وهبقى شخص متزن. فهو ده العلاج النفسي. بعد اول تجربتي مع الطبيب ان انا بدات ادخل معاه اونلاين، عجبتني الفكره جدا وان انا اقدر اتكلم مع دكتور اونلاين، وانا اصلا مهندس، فقلت هو ليه ما يبقاش في موقع اي حد محتاج يكلم دكتور نفسي زي حالاتي كده يقدر يتكلم معاه اونلاين من غير ما يروح في اي حته وفي اي مكان. ومن هنا جت الفكره. فبدات اعمل سيرفي وبدات اسال الناس، والنتيجه كانت ايجابيه بشكل كبير. لقيت اعلان لمبادره تبع وزاره الاتصالات اسمها مركز الابداع ورياده الاعمال، بتدي فند او بتدي فلوس للشركات او الافكار الناشئه الجديده اللي ليها طابع تكنولوجي وبتساعد او بتحل مشكله من مشاكل المجتمع. فقدمت، اتصلوا بيا وقالوا لي انت اتقبلت. بدات اجمع تيم بقى صغير علشان يبدا معايا الفكره، بدانا نعمل الموقع، بدانا نطلع نعمل البراندنج، اللوجو، حساب على فيسبوك وتويتر. الكونسبت او المفهوم بتاع شيزلونج هو عياده نفسيه اونلاين. انا بوصل الطبيب المرخص الكواليفايد او الكفء باي شخص من اي حته في العالم بيتكلم اللغه العربيه محتاج مساعده نفسيه. في خلال تاريخنا في شيزلونج احنا بقالنا دلوقتي 5 سنين، عندنا 70,000 عميل من 75 دولة على مستوى العالم دلوقتي، عندنا 350 طبيب واخصائي نفسي من 18 دولة على مستوى العالم. احنا ما كناش متخيلين ان احنا ممكن نكبر كده، ما كناش متخيلين الناس محتاجة سيرفيس زي كده. اخيرا ازمة الكورونا والناس تضررت نفسيا ليها، فاحنا اخدنا منحة اخرى، عملنا برضو 15,000 جلسة مجانية للناس المتضررة من الكورونا، ونقدر نساعدهم وهم في البيت. ان انت دايما تشتغل، وان انت دايما تشوف نفسك انت عندك تقصير ايه وانت عايز تحسن من ايه وكده. الحاجة التانية هي الاخلاق. فعلا الاخلاق مهمة جدا، الصدق مهم جدا 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 جدا، الشفافية مهمة جدا، المصداقية مهمة جدا. اكتر كود كده انا بحبه، الصدق بيجعل المشكلة جزء من الماضي والكذب بيجعل المشكلة جزء من المستقبل. ومكملين معاكم بقيه فقراتنا عن الاكتئاب، ومعانا دكتور امجد خيري استشاري الطب النفسي. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا طارق. ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بيكم، مشرفنا ومبسوطين ان حضرتك معانا جدا. ميرسي خالص. انا ملاحظ ان الاكتئاب زاد قوي، فتحت على الرابع، هل ده حقيقي ولا انا بيتهيألي وليه؟ لا لا فعلا، يعني هم
كان دايما اكتر حاجه يعني اكتر سبب لاعاقه الناس عن العمل في العالم كان دايما امراض القلب يليها امراض الاكتئاب. 21 هيبقى الاكتئاب هو اكتر سبب اعاقه عن العالم. هو سبب انتشاره كتير ان هو ظروف الحياه بقت ضاغطه اكتر، التطلعات بتاعه الناس بقت ضاغطه اكتر. يعني خلينا اكلمك على مستوى زي مصر. مصر قلبت من اخر الاشتراكيه الى اخر الراسماليه، فاكيد في شباب كتير عندهم تطلعات وحاسين انهم مش ممكن يعملوها. لما ينزل اعلان يقول لك مثلا ادفع فقط 1,000,000 جنيه واحصل على مش عارف شاليه، ادفع فقط 500,000 واحصل على ايه وتقسيط و فمعظم الشعب هيبقى دايما حاسس ان حاجه فوق قدراته، لكن هو دايما الحياه المعقده الصعبه تزود الاكتئاب. الحياه البسيطه بتاعه الارياف والتطلعات البسيطه، والشاب لو عاوز يتجوز هيبنوا له اوضه جنب البيت بتاعهم خلاص، يعني حاجه بسيطه خالص. تعالى على الوضع مثلا في القاهره، لا الوضع صعب جدا، فلازم طبعا الاكتئاب يزيد. يعني الاحباط بيزود الاكتئاب. طبعا الاحباط او ان انت مش قادر تحقق هدفك، او بما اننا بنتكلم على اكتئاب الشباب، او انت ما دخلتش الكليه اللي انت نفسك فيها، او ان اهلك للاسف لغايه الان اجبروك تدخل مثلا صيدله او طب وانت فنان بتحب ترسم بتحب تلون. يعني في اسباب كتيره تخلي الواحد دايما محبط. محبط طبعا هيبقى مكتئب، مش قادر يحقق اللي في دماغه، بيذاكر حاجه ما كانش بيحبها. احنا كان عندنا تكت الثانويه العامه، في ناس هتبقى جايبه 92 93 ومش عارفه تدخل الكليه اللي هي بتحبها، وممكن هيلاقي واحد جايب حاجه و80 والده قادر يدفع له جامعه خاصه، طبعا تعمل له احباط. طب اعرف ازاي؟ يعني احنا بنعدي بلحظات حزن كتيره، وساعات بيبقى الحزن ده عميق قوي، اعرف ازاي انا بعدي باكتئاب ولا مجرد لحظه حزن؟ هي دي اكتر مشكله بتواجه الناس، ان هو دول شويه زعل ويروحوا او شويه حزن، ولا هو اكتئاب. الاكتئاب حاجة معوقة، يعني الاكتئاب مش بس أنا زعلان، لا أنا زعلان لدرجة أن أنا مش قادر أتكيف مع المجتمع. في اكتئاب بسيط، في متوسط، في شديد. إحنا للأسف في العيادات ما بيجيناش الاكتئاب غير الشديد، لأن هو بيكون خد فترة كبيرة بيحاول يعمل كل الاجتهادات اللي يعملها عشان يطلع من الاكتئاب. إحنا دايما بنقول الواحد لو عربيته عطلت ممكن يصلحها في أسبوع أو أسبوعين، دماغه لو عطلت بيصلحها في سنة أو في سنتين. ثانيا إحنا عندنا استجمة انك تروح للدكتور النفسي، استجمة كبيرة. يعني ايه استجمة يا دكتور؟ استجمة يعني وصمة وحشة انك رحت للدكتور النفسي، درجة في ناس تقول لك لما لقينا الواد متضايق قلنا طب نكشف مخه واعصاب، يعني كلمة اهدى شوية من نفسي، رغم ده مش تخصص. لكن مثلا انا هقول لك يعني ايه الاكتئاب حاجة رزلة. جات لي مريضة سنها 50 سنة، قالت لي انا لما كان سني 40 سنة جالي كانسر في الصدر. طبعا عملت العملية وشلت الليمف نود من هنا ومن هنا، وخدت كوبلت وشعري وقع ولبست باروكة، حاجات كلها تتعب الانسان. قالت لي لكن كنت بشتغل، بكيت تعبت لكن كنت بشتغل. انا دلوقتي عندي اكتئاب، انا بقول لك ان السرطان عندي كان اهون 100 مرة من الاكتئاب. الاكتئاب واحد صاحي الصبح مخنوق جدا مش قادر يقوم، يعني هي تبتدي ان هو رايح الشغل متضايق، او لو طالب رايح الجامعه متضايق، تتطور لغايه لما يبقى مش قادر ان هو يروح. ممكن الاكتئاب يبقى صريح ويجي بحزن ورغبه في الموت، ممكن يجي حاجه اسمها موازيات الاكتئاب اللي هو ان النفس تتالم والجسد يعبر، دي تلاقيها كتير برضه في الشباب، ان هو دايما عنده حرقان في فم المعده، دايما يقول لك لما ابقى متضايق بحس بخنقه في صدري، غصه في الحلق، مش عارف ابلع، ويلف لفه بتاعه الدكاتره العضويه، ده يقول له سليم سليم سليم، وكل واحد بيقول له انت عندك اكتئاب انت عندك اكتئاب. بس هو يعني قولي له اي حاجه غير ان انت تبعتني للعياده النفسيه. دايما الناس رايحه في المرحله المتاخره. يعني ده هيقودني لسؤال اكيد هتسالوه، لان احنا الوصمه بتاعه يعني دايما ايه، هم خايفين من الدكتور وخايفين من ادويه الدكتور. يعني ادويتنا هم عندهم سمعه ان الادويه دي بتنيم وهتخليك ما تتحركش، يعني بالعكس. حضرتك بتقول شباب كتير فعلا جالهم اكتئاب، طب ايه الفرق بين الاكتئاب العرضي والمرضي؟ يعني بنسمع ده يقول لك انا عندي اكتئاب بس عرضي. هقول لك، هو انا قلت لك في اعراض اكتئابيه بسيطه متوسطه شديده، قبلها في حاجه اسمها اعراض اكتئابيه. ما تاخدش لفظ اكتئاب، يعني احنا عندنا عشان اقول اكتئاب لازم في كريتيريا معينه، نقول ان هو متضايق لمده اكتر مثلا من شهرين، ابتدى يبقى مش قادر يتفاعل، مش قادر يروح الشغل، غير الحاجات بقى التانية، ممكن يكون بيعيط، ممكن يكون بيتمنى الموت، ممكن يكون اضطراب في شهية الأكل،
لقوه اضطراب في الشهية أو حرقان دايم في فم المعدة. الحاجات لما تبقى في أولها دي ممكن قوي إنها تروح بالمشورة. في حاجة عندنا اسمها العلاج المعرفي السلوكي، إن هو بيبقى عنده عامل تكبير لمشكلة وعامل تصغير لمواهبه. يعني تخيل لما واحد مثلا في أولى طب أو في تانية طب ودي كلية صعبة، طلع بملحق، فلما بيجيله أعراض اكتئاب هو حاسس إن دي نهاية الكون، هو أول مرة يشوف كلمة ملحق في حياته. فإحنا بنقول له يا ابني أنت كنت متفوق في الابتدائية والإعدادية والثانوية، فمش حاجة إن تحصل حاجة زي دي. فده مجرد إن أنت تعيد ترتيب أفكاره يبتدي يفهم ويتحسن. إلى جانب إن إحنا عندنا حاجة اسمها resources activation، يعني أنت بتنشط الموارد الإنسانية اللي عنده اللي مش محتاجة دكتور ولا دواء ولا حاجة. في العلاج بالموسيقى، في العلاج بالرقص. حاليا في مصر في ناس واخده دكتوراه في الدانس ثيرابي، العلاج بالرقص. معلش قطعك، ده اللي هو بيعمله علاج بالرقص عشان يفرز السيروتونين في مخه فيقدر يبقى افضل، كله يفرز السيروتونين ويطلع الطاقه السلبيه اللي عنده ويحسن مستوى الاندورفينز ويحسن مستوى الدوبامين. والكلام ده مش فرضيات جدليه، لا دي حاجه مثبته، ان امريكا عملت دراسه 100 دقيقه ايروبكس في الاسبوع بتعالج الاكتئاب والقلق والتوتر. لا يعني جابوا 50 واحد مثلا عنده نفس درجة الاكتئاب، دول خدوا مثلا دواء وعلاج معرفي سلوكي، دول خدوا علاج بالرأس، لقيوا ان النسبة اللي طلع نسبة دالة. العلاج بقى كل الأنشطة اللي الواحد ممكن يعملها، العلاج بالرأس، بالموسيقى، رياضة، بالقراية، الصداقات. اللي بيبقى عنده سوشيال نتورك برضو مهما كان بيخرجوه من المود اللي هو فيه. اللي يبقى قاعد، احنا نخاف قوي من اللي قاعد ما بيطلعش من قطه، لما يقولوا ده له شهر ما طلعش من قطه، يقعد على الكمبيوتر شوية ويطلع، لكن احنا نقلق قوي من كده. ده احنا ما نقلقش من العصبي اللي بيكسر قد ما نقلق من الشخص اللي قاعد لوحده. طب دكتور، كتير بنسمع كلمة ده عنده اكتئاب يبقى عنده لخبطة كيميائية في المخ، هل هو ده المفهوم الصح؟ صحيح، هو مخ الإنسان عبارة عن كيمياء وكهرباء، وقد يكون بعض الناس عندهم كهرباء زيادة لكن مش لدرجة ان هو مثلا صرع او تشنجات، لكن ممكن يكون عصبي شوية. الكيمياء احنا عندنا تناسق بين نواقل عصبية زي السيروتونين والدوبامين والأدرينالين. لما السيروتونين يقل الواحد يجي له أعراض اكتئاب أو وسواس. فإحنا ممكن يجي الأدوية مصحوب بمرض تاني، وسواس قهري أو باي بولر، بس نوع يكون بين لا ما هو يعني هي هتيجي حاجات كتير يعني، بس هو كل الاضطرابات بتحصل نتيجة خلل في كيمياء المخ. وعايز أقول إن السيروتونين أو الدوبامين دي نواقل عصبية، ما هيش هرمونات وملهاش علاقة بالكورتيزون، لأن احنا دايما في العيادة يقول لك إيه، ما تدينيش هرمونات، أنا مالي ومال الهرمونات، دي قصة تاني مش تبعي خالص بتاعت الغدد الصماء. عشان دايما بنسمع إنها بتغير في المود، مش عارفة عندها هرمونات. هرمونات ماشي، دي قصة صحيح، إن الواحدة لما تبقى داخلة في المرحلة بتاعت الأواخر الأربعينات ممكن فعلا لخبطة الهرمونات تعمل لها كده، لكن أنا ما بديش أي علاج فيه هرمونات، يعني ماليش علاقة، ده مش تخصصي. ويقول لك مش عايز دواء فيه كورتيزون، انا برضو كدكتور نفسي مالي ومالي الكورتيزون، يعني احنا مش مكفينا سمعه غير ان احنا ادويتنا بتنيم وكمان فيها كورتيزون وكمان فيها هرمونات. لا، هي بترفع مستوى النواقل العصبيه اللي هي سبب المشكله، واحيانا تقلل مستوى نواقل، لان مثلا اكتشفنا ان مرض الفصام بيبقى فيه زياده في ماده الدوبامين، فلما بتدي ادويه مضاده للدوبامين الاعراض بتتحسن. هي فعلا يعني من الحاجات اللي احنا دايما بنحاول نوصلها للناس، ان احنا فرع عادي من فروع الطب، ما احناش لنا علاقة بالغيبيات. يعني انت دايما فارض ان في حاجة غيبية حصلت، الواد اتحسد، الواد كان جايب مجموع، ده لما حضر الفرح دي كانت لابسة فستان مش عارف ايه والناس قرعوا عليها، يعني دايما فيها حتة غيبية. احنا ما لناش علاقة بالغيبيات خالص خالص. وبالمناسبة يعني الشيطان اللي هو دايما متهم في الأمراض النفسية، أنا بقولك الشيطان بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب في موضوع الأمراض النفسية، لا له علاقة أكتر مرض دايما ينسبوه إلى الشيطان الوسواس، لأن دايما بتجيله أفكار غريبة وشاذة وغير معقولة، ورغم غرابتها الشخص مش قادر يقاومها. فدايما يقولوا له ما تخليش الشيطان يوسوس فيه، صح. ولا الشيطان بيوسوس ولا أي حاجة، كمية المخ وكهربتها اتلخبطت وعايزة اللي يساعدها. مش لازم بالدواء، في المراحل الأولى العلاج اللي هو المعرفي السلوكي هيحسن كمية المخ، لأن أنت لما تبقي حاطة نفسك في المود بتاع الحزن وطافية النور ومش عايزة تطلعي برا ومش عايزة تعملي حاجة، طبيعي كمية المخ نفسها هتتلخبط،
والعكس لما تغصبي نفسك وتبتدي تنزلي وتروحي جيم، تروحي ترسمي، تروحي تعملي الحاجة اللي انت بتحبيها، كمية المخ هتتحسن. يعني فعلا يا دكتور ممكن موقف ما او مواقف يعدي بيها الانسان تغير له كمية مخ. بس مش موقف او مواقف، لا، احنا دايما نقول ايه، المرض النفسي عشان يتكون ممكن ياخد شهور واحيانا سنين. يعني مثلا الكورونا فترة الحضانة بتاعتها الانكيوبيشن بيريود 14 يوم، صح. وغالبا بتتعالج في 14 يوم. المرض النفسي ممكن يكون موجود مع الشخص مثلا له سنين. يعني واحد مثلا يكون خجول جدا ومتفوق وماشي كويس، لكن ماشي، وعنده خجل من الجنس الآخر لكن معدي، ما يحبش يقعد في الاجتماعات ماشي، حتى لو فرح قريبه ما يطلعش في الصفوف الأولى. لغاية مثلا لما يتخرج من الكلية ولازم يشتغل معيد، معيد هيقف قدام الناس يتكلم، هو بقى مش قادر، هو يجي لي في الفترة دي. فأنا أقول له يا ابني أنت متأخر عليا، ممكن يكون 10 سنة أن أنت عديت فترة المراهقة محرج تكلم بنت، أن أنت عندك خجل اجتماعي عموما، أن أنت لما السؤال يتسأل تخاف تتكلم لحسن يطلع غلط، وتلاقي كل الناس رفع صباحها ولما يجاوبوا تحس أن هم عندهم نص معلومات. فلكن أنا بقول لك دايما صعب قوي زيارة الطبيب النفسي. يمكن دور المشورة، يعني كلمة المشورة كلمة خفيفة قوي، تلحقك في الأول، في الأول على الأقل، وهم قادرين أنهم يقولوا لا أنت اكشف نفسك. أحيانا برضو الناس الكهنة الأسس أو الناس المرشدين الروحيين لما يفضل يقولوا الوسواس وشطان بيحاربك، لو واحد فيهم فاهم مشورة أو درس مشورة هيقول له يا ابني أنت ما عندكش لا شطان ولا غيره، ده وسواس قهري وروح لحد نفسي عالي. ساعات دكتور كتير لما نلاقي واحد عنده أي disorder أو أي اضطراب في فترة العلاج يقولوا له انت لازم تنام كويس، لو انت مثلا عندك بايبولر فانت مهايبر انت لازم تكون بتنام على الاقل 8 ساعات، مريض الاكتئاب بينام ازيد من كده كمان. بس انت ذكرت فكرة البايبولر اللي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، عشان بس الناس تبقى عارفة، الاضطراب الوجداني ثنائي القطب بيجي نوبة عالية يبقى مزاجك حلو وبتصرف فلوس كتير ونومك قليل، نومك قليل بالظبط. وبالتالي انا دايما نقول لهم انا عايز كل ساعات النوم اللي فاتت منك ارجعها لك، ولو يعني حبينا نوضحها للناس نقول له انت لو خدت قرض من البنك 100,000 جنيه مش بترجع 100، بترجع 120-130. انت دلوقتي واخد من جهازك العصبي 100-200 ساعة نوم، فانا عايز ارجعهم بزيادة. في الوقت ده انا بدي ادوية فعلا علشان ينام. بس العكس لو جالي في اكتئاب وكان نايم كتير ومش بيتحرك بنديله ادوية العكس، وهتلاقي ان الادويه اللي اديها في البايبورال غالبا هتبقى بالليل، الادويه اللي اديها في الاكتئاب عاده بتبقى الصبح. تفوق. ثانيا ان الادويه تقدمت جدا فبقى في ادويه من اعراضها الجانبيه انها تفتح النفس. فلو شخص له شهر مش بياكل او دخل في مرحله انه ابتدى مش بياكل خالص ويعلقوا له محاليل هديله دواء بيفتح النفس. لو شخص بيعاني من سمنه او متضايق من وزنه و في ادويه اكتئاب معروف انها بتسد النفس. كل واحد بيتفصل له دواء على مقاسه. ده في أدوية عندنا بترفع الضغط كتير قوي، من الناس يقولك أنا ضغطي يميل إنه يبقى واطي، خد الأدوية دي اللي من أعراضها الجانبية إنها ترفع لك الضغط. في أدوية بتوطي الضغط شوية، واحد مريض ضغط وبياخد أدوية للضغط فلما اديله دواء من أعراضه إنه يوطي الضغط أبقى ضربت عصفورين بحجر. يعني إحنا بنستفاد من الأعراض، يعني من فايدته ومن أعراضه الجانبية. لكن فكرة إن إحنا بندي أدوية تنيم، هو في أحيانا مرض يبقى محتاج دواء ينيم. لو شخص متوتر جدا وفي مرحلة هياج وهيكسر و ما انا عايزه نام. العكس الشخص اللي هو نايم معظم الوقت انا عايز افوقه، فهتلاقي حتى الادوية بتاعتنا بتتعطي بعد الفطار الصبح، مش ممكن هتكون ادوية منومة وهديها الصبح. طب دكتور في معلومة كده بتقول انه الاكتئاب بيجي دايما للستات اكتر من الرجالة. طبعا فعلا. طبعا، لان الستات يعني عاطفيا اكتر من الرجاله، بتفكر بمشاعرها اكتر من الرجاله في معظم الاحوال. يعني مش كل الستات، ما في ستات مشاعرها اقوى من الرجاله اللي زي مثلا مارجريت تاتشر او انجيلا ميركل، لان انا بتكلم عموم الستات مشاعرهم مرهفه اكتر من الرجاله، فبيبقى طبعا اكتر طبعا. كل ما كان الشخص حساس ومشاعره مرهفة كل ما احتمالات الاكتئاب عنده تزيد. اللي هو مثلا لو شاف عربية خبطت كلب يودي وشه بعيد ويبقى مش قادر ويفضل يقول يعني مش قادر اشوف المنظر، غير واحد يشوف كلب بيموت مش عارف ايه بيتضرب ما مش فارق معاه. قد يكون التاني عنده صلابة نفسية
لكن المريض الاكتئاب دايما حساس، وتبقى مشكله لو هو الفاليو سيستم عنده نظيف، يعني الجهاز القيمي عنده محترم. مصدوم طول الوقت في كل حاجه، مصدوم طول الوقت من الحاجات اللي بيسمعها والحاجات اللي بيشوفها. فده من ضمن العلاج المعرفي، ان احنا نفهمه ان انت احنا هنا مش في اليوتوبيا. يعني انت هما بيبقوا عارفين اللون الاسود والابيض، فبنقول له لا، في حاجات كتير اللون الرمادي واغلبها رمادي. فدول طبعا بيبقوا اكثر عرضه للاكتئاب، والستات طبعا اكثر عرضه للاكتئاب، وعندها في فتره اكتئاب اسمها اكتئاب الدوره الشهريه. يعني في خلاف الالم العضويه والتعب والشعور بالالم، بتبقى متوتره جدا ومكتئبه جدا وعصبيه جدا. ودول حتى احيانا بتعمل لهم تركيبه كده انهم ياخدوا حاجه قبل الدوره الشهريه باسبوع ويخلصوها مع نهايه الدوره الشهريه. دواء يعني؟ دواء يعني. زي ما بتدي ادويه مثلا مسكنه مثلا وكمادات ميه سخنه او حاجه، بتدي حاجه للنفسيه. اوكي دكتور، كان وصمه العار ان انا اروح لدكتور نفسي في مجتمعنا كانت عاليه جدا زمان، اكتشفنا في اخر ايام ان بقى ترند الشباب تطلع لك انا او سي دي على الفيسبوك، تكتب لك انا مريض ديبريشن اكتئاب، اكتب وقت ده ساعد ان الناس تكتشف امراضها وتروح فعلا للدكتور. طبعا لا، هو مقارنه بزمان لا طبعا، يعني الدكتور عكاشه ربنا يديله الصحه ذكر انه لما جه من انجلترا كان في ناس يتصلوا بيه يقولوا له احنا عايزين نكشف عندك بس في اي حته غير العياده. دلوقتي لا، بقت زياره العياده النفسيه مش صعبه قوي زي زمان، لكن لازالت مش محببه، بس بقى يعني في وعي اكتر. طبعا طبعا، يوم انت لاحظ ان ايه، تخيل ان الشعب كان كل وعيه عن الامراض النفسيه اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. مريض الفصام، الفصام بيمثل 1% من المجتمع، وهو ده يا عيني المريض اللي بيسمع اصوات او اللي بيشوف خيالات، هو ده اللي بيتهيأ له حاجه، هو السكيزوفرينيا، هو ده اللي يعني زي ما تقول بيحتاج الادويه المهدئه والمنظمه للمزاج، محتاج كميه دواء كتير، وهو ده الواحد في المية اللي عامل سمعة الطب النفسي ان هو بتاع المجانين، رغم ان هم ناس طبيعية جدا، هو بس اضطراب في الحواس جدا جدا. يعني عايز اقول لك لو انتوا انترست في الافلام، في فيلم اسمه بيوتيفل مايند، بيوتيفل مايند عمل عليه اسف على الازعاج، عقل جميل. بيوتيفل مايند ده بيحكي قصة حقيقية لواحد اسمه جون ناش، كان عالم رياضيات وكان مريض فصام محترم وخد نوبل في الاخر، وعاش يعني في الاخر ما خدش الدواء عشان يقدر يكمل بص هو اصل الفكره ان هو المريض بمرور الوقت بيبقى مستبصر شويه بالمرض بتاعه، لدرجه ان هو كان مش عارف الاصوات دي هلوسه زي ما الدكتور بيقول ولا في حاجه فعلا، فكان يسال اللي جنبه يقول له انت سامع اصوات، يقول له اه فعلا في اصوات دوشه بره، فيعرف ان الصوت اللي بيسمعه ده حقيقي، لكن احيانا يسمع صوت ويقول اللي جنبه انت سامع صوت، يقول له لا، فيعرف ان هي هلوسه، بس ده مش في بدايه المرض، ده في النهايه زي ما هو قال في النهايه لما بقى مستبصر خالص بالمرض. وطبعا ده واحد بتاع فيزيكس يعني شارحين له كل حاجه، انت عندك تهيؤات، انت بتسمع اصوات مش موجوده، انت متهيأ لك ان الناس بتراقبك وان الامن ماشي وراك، مره في مره في مره بيبقى عنده بصيره، حتى ولو بصيره قليله مش لازم البصيره الكامله. احنا في نقطه مفصليه في الطب النفسي، المريض اللي داخل بنفسه بيقول انا عندي كذا كذا كذا، صعوبه في النوم، عندي وسوسه، انا بغسل ايدي، انا مكتئب، انا جاي بنفسه ومستبصر ان عنده مشكله. صح. لما حد بيدخل العياده ويقول ده اخويا او والدي وطبعا رافض يجي، يبقى انت دخلته في سكه الامراض العقليه اللي هي بقى الفصام والذهان والحاجات دي كلها. دكتور للاسف بقالنا فتره ناس كتير من اصحابنا او ناس حوالينا بنسمع ان هم انتحروا، ويقول لك ده كان شخص طبيعي ومفيش حاجه، ونكتشف انه لا ده كان عنده اكتئاب بقاله فتره وانتحر. ايه علاقه الاكتئاب بالانتحار؟ يعني دايما بيوصل للانتحار؟ لا مش دايما، بس احنا كتير بنسمعها في العياده. يا دكتور احنا لولا بس نخاف ربنا ونخاف ان احنا نموت نفسنا كنا موتنا نفسنا من زمان، او ده احنا يا دكتور عايشين من قله الموت. وفي ناس تقول لك انا نفسي ان ايه ارمي نفسي قدام عربيه فابقى مت بس من غير ما تحسبوني ان انا منتحر. ففي علاقه ان احيانا الاكتئاب لما يبقى شديد جدا الناس تبقى بتفكر انها تخلص حياتها، وفي لحظه ضعف ممكن ينفذها. ويمكن كان في قصه انا علقت عليها اللي هو الاب يا عيني اللي رمى اولاده الثلاثه تحت القطر، طبعا ده ممكن يكون اكتئاب شديد لدرجه انه بقى اكتئاب ذهاني. احنا الاكتئاب حاطينه تحت العصاب
لما وصل لمرحلة انه يسمع اصوات واواوا دخل في حتة العقل شوية برضه هيبقى مش مستبصر، وممكن الصوت اللي يجيله موتهم عشان ما يتعبوش التعب اللي انت شفته فبينفس. لكن عايز اقول ان مش كل حالات الانتحار اكتئاب طبعا. يعني في واحد سوي جدا خسر في البورصة فلوسه ضاعت موت نفسه. أيوة. لو حسبت النسبة هتلاقي بتوع الاكتئاب اقل. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، شرفتنا، وبشكرك انك جبت سيرة الاكتئاب الذهاني في الاخر ان الناس معظمها مش فاهماه. شكرا فتنا واديتنا وقت. تحت امرك. ميرسي ميرسي. تابعوا معانا بقية الحلقة، حلقة مهمة، حلقة شيقة، حلقة فيها معلومات كثير. تابعوا معانا بقية الحلقة عن الاكتئاب. دخل قلبك نور بتهد بتدور حواليك على القوة هي في ايدك خدها بجد واغلب كل الضعف الكامل انت هتقدر لما تآمن ما تقولش انك لا مش طامن ونسيرك توصل وتمد خبط على روحك من جوا وافتح تلقى الصعب بتهد بتدور حواليك على القوة هي في ايدك خدها بجد واغلب كل انك لا مش ضامن ومسيرك توصل وتنام احنا اقوى من اللي فكر يكسرنا او مره يبعنا قلنا هنقدر يبقى هنقدر تبقى الدنيا بحالها تبعنا بشارة نخرج يومتنا ونقول ولا حد يسكننا ونعيش ونكمل بالسنة ونغني نتكلم عن الاكتئاب. اكيد محتاجين دكتور نفساني يكلمنا ايه هو الاكتئاب. ازيك يا دكتور جون؟ ازيك يا ريت. ميراي عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. كيرو عامله ايه؟ منورنا، ربنا يخليك. طيب انا هشوف الاول مشاكل الشباب واجي لحضرتك كده تقول لنا بقى ايه نحل الدنيا دي ازاي. اكتئبت قبل كده؟ يعني انا كنت قربت ادخل في اكتئاب بس يعني لو هما يقولوا كده لحقت نفسي على اخر لحظه، لان فعلا احنا الاوقات اللي احنا عايشين فيها في اسباب كتير جدا جدا تخليك تكتئب، اللي بيفرق طبعا واحد عن تاني اللي هو المايند سيت او العقليه بتاعتك انت، هتعرف
امتى توقف نفسك وتستشير حد او تشوف حد يساعدك او كده. فانا كنت almost او يعني بالكاد اكون دخلت في اكتئاب، بس لحقت نفسي يعني قبلها الحمد لله. طب لحقت نفسك ازاي؟ وقفت الاول اتكلمت مع الناس القريبه مني، الناس اللي بتديك السبورت والدعم اللي انت محتاجه. والحاجه الاكبر ان انا وقفت مع نفسي فكرت ايه مشاكلي بالظبط، او ايه الحاجه اللي مدخلاني في الدايره بتاع الاكتئاب ان انا مش عارف اطلع نفسي منها، وابتديت احل اجزاء منها، وبرضه يعني بمساعده ناس كتير جدا حواليا حتى لو هم مش عارفين ان انا في الحاله دي. مجرد الحب والسبورت والمساعده بتاعتهم كانوا بيفرقوا جدا في الموضوع ده، فده كان يعني جزء كبير ان انا منعني ان انا ادخل في دايره الاكتئاب. اوكي طيب ميراي، لما نيجي نقول اكتئاب انا عارفه انها كلمه كبيره قوي، ممكن مثلا تقولي لي لا يعني مش للدرجات دي، ما عدتش بحاجه كبيره قوي كده، بس في اكتئاب خفيف كده بيجي لنا كل يوم، الواحد يحس انه مكتئب قوي مضغوط قوي. أيوة. بتعدي بالحاجات دي؟ هو اكيد كل الناس بتعدي بيها وانا عديت بيها، ومفيش حد ما عداش بحاجه زي كده. بس الفكره في رد فعلي انا، هل انا بقى هستسلم للموضوع بقى وهقعد اتاثر قوي وكده، ولا احاول اطلع نفسي من الموضوع؟ اكيد علاقتي مع ربنا هتفرق. انا برضو عايزه اقول حاجه، مش اللي علاقته بربنا حلوه ولا علاقته بربنا مش حلوه، الاثنين بيجي لهم اكتئاب عادي. بس الفكره لازم اقف بقى واصلي بقى، والجو ده ممكن يساعدني شويه ان انا اطلع من الاكتئاب، اكلم صحابي اكلم ناس. المهم ان انا ما استسلمش للفكره قوي، عشان لو استسلمت لها خلاص كده انا رحت معاها، ولو انا في مرحله بسيطه من الاكتئاب انا هروح لمراحل تانية بقى اوحش. اوكي طب دكتور، يعني ايه اكتئاب وايه المراحل الاوحش اللي بتتكلم عنها دي؟ احكي لنا كده شويه. احنا محتاجين نفرق بين كذا حاجه. يعني كلنا هنعدي باوقات صعبه، يعني ما بيبقاش عندنا طاقه نعمل اي حاجه، مزاجنا وحش، يعني مكتئبين بالكلمة الدرجة. بس اكتئاب اكتئاب ده مرض، يعني درجات بقى. يعني في بقى الاكتئاب اللي هو ممكن يبقى موجود بس أنا قادر أشتغل، قادر أنزل، قادر أقوم بواجباتي كأب كطالب كأم. وفي بقى الاكتئاب العظيم، يعني ترجمته هو بالعربي كده اللي هو النوبة العظمى من الاكتئاب. وده لازم دواء بقى، يعني مش هينفع انه لانه ببتدي اتعطل بقى، يعني مش بعرف اشتغل، مش بقوم من اوضتي، مش بقوم من سريري، بيأثر على جسمي، مش باكل، بتبتدي تظهر مشاكل في جسمي، صداع رهيب، مشاكل في الهضم وغيره. دي بقى تبقى نوبه كبيره من الاكتئاب. طب ممكن الاكتئاب اللي هو الاولاني ده البسيط يتحول لاكتئاب كبير ولا؟ ممكن جدا. أوكي. يعني احنا ممكن نبقى متضايقين عادي، وبعدين نسيب نفسنا فالدنيا تدهور 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 لغايه ما ندخل بقى في الاكتئاب، انه انا ما اهتمش بنفسي، ما اكلش، ما نمش، او العكس انام كتير واكل كتير. يعني ينفع في العكس في الاكتئاب، فانت لازم تلحق نفسك في المرحله بالزبط. الاولى. اوكي طب ارجع لكم تاني، ايه الحاجات اللي ممكن تحطك في شكل الاكتئاب ده؟ الحاجه اللي ممكن تدخلني في الجو بتاع الاكتئاب هي غالبا بتبقى الحاجه اللي انا مش عارف اكونترول او اوقفها، يعني سواء ظروف عائليه او حاجه في حياتي الشخصيه والاجتماعيه عامه. الحاجه اللي انا بحس ان انا مش قادر اسيطر عليها وهي مأثره عليا بشكل سلبي، دي الحاجه اللي غالبا بتبتدي تاخد الواحد في شكل اللي هو انا داخل في اكتئاب، انا مش عارف، يعني حياتي مش مظبوطه، الحاجه دي مش مظبوطه. الا لو قدرت بقى اوقفها ساعتها، يعني ده اللي هيمنعني ان انا اخش دايره الاكتئاب او الحلقه المفرغه بتاع الاكتئاب اللي انا هقعد فيها كتير. فهي الحاجه غالبا هي الضغط، والحاجه اللي مش عارف اسيطر عليها او اوقفها او احط لها حل. اوكي ايه حاجات ممكن تدخلك في نوبه اكتئاب؟ الحاجه اللي دخلتني في نوبه الاكتئاب هو يعني دايما مثلا احنا بندخل في حوارات جديده في حياتنا، مثلا فكره ان انا لابسه نظاره سودا طول الوقت، لازم اكون يعني مهتمه او اكون عارفه ان كل حاجه ليها ايجابياتها وسلبياتها. فلما انا اكون حاطه ده في دماغي هرتاح، لكن لو داخله بقى على الموضوع واقول ما الاقي سلبيه قدامي، لا لا انا مش قادره اكمل بقى، واقعد بقى واكتئب واحبط. لازم اكون مقتنعه ان في قدامي سلبيات فعادي ساعتها هعديها، لكن لما اكون داخله باتيتيود لا لو حصل لي حاجه في الحوار ده انا هتضايق وازعل، لو جه سؤال صعب في الامتحان انا خلاص انا هشيل الماده، لا الجو ده هيخليني طبعا اكتئب واتضايق. لكن لما ابقى مقتنعه ان اتس اوكي، يعني ما ممكن تبقى حاجه وحشه في حياتي، انا مش عايشه في السماء يعني. فده ساعتها ممكن شويه يريحني. دكتور احنا ممكن نتكلم عن الاكتئاب سنين، بس لو فكرنا نقول طب ازاي نعالج الاكتئاب؟ لو الاكتئاب اللي هو انا قادر امانج حياتي شويه، قادر اشتغل، قادر ادرس او كده، هبقى محتاج اعمل حاجات.
لو انا دخلت بقى انه اكتئاب يخليني عندي اعراض في جسمي ونومي باظ وشهيتي للاكل قلت خالص وكده، انا محتاج على طول اكشف عند دكتور لانه انا لازم اخد دواء في الاول. اوكي طب تعالى نتكلم عن الجزء الاولاني اللي هو اعالج الجزء البسيط ده اللي احنا بنعدي بيه طول الوقت. محتاج اعمل حاجتين، في حاجات في افكاري ومشاعري وفي حاجات سلوكيه. بمعنى ايه؟ في علاج معرفي وفي علاج سلوكي. بمعنى ايه معرفي؟ انا هشوف ايه اللي بيحرك الاكتئاب بتاعي. ممكن اعمل ده لوحدي من ان انا اقرا كتب بتاعه السيلف هيلب عن الاكتئاب وغيره، او ابقى بشارك حد من اصحابي، مشير، حد برجع له علشان اشوف ايه اللي بيحرك الاكتئاب. وهم لقوا كذا حاجه بتحرك الاكتئاب. العلماء قالوا ايه بقى؟ ان الشخص المثالي جدا اللي طول الوقت عايز يعمل 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 ومش بيقبل باي حاجه غالبا بيدخل في اكتئاب، لانه بيفضل طول الوقت يجري ومش راضي بالنتيجه. فالشخص البرفكشنزم اللي عنده برفكشنزم غالبا بيدخل في اكتئاب. تمام. فغالبا هشوف حاجة انه ده بيدخلني. لو كمان ان الشخص اللي عنده ذنب طول الوقت متربي انه ما ينفعش يغلط، طريقة فيها افورة، طول الوقت ماشي بحمل تقيل على ظهره انه هو بيحس بالذنب من ناحية اي حاجة بتحصل، غالبا بيدخل في نوبات اكتئاب. تالت حاجة بتحرك الاكتئاب الانتقاد، ان انا ابقى بنتقد نفسي كتير، وغالبا ده بيجي من البيئة بتاعتنا. بمعنى ان انا وانا متربي في بيئة بتنتقدني انا هبقى على طول بنتقد نفسي. انا بحفظ الكلام ده بطريقه مش واخد بالي منها، ممكن نسميها اللاواعيه. وبعدين انا انتقد نفسي من جوايا، فطول الوقت انا بجلد نفسي، فغالبا هقع في نوبات اكتئاب. فلما اعرف الحاجات اللي بتحرك الاكتئاب المثاليه، الذنب، انتقاد الذات وجلدها، هبحاول اغير تفكيري وابتدي ادخل في الحته ان انا اراقب افكاري واراقب ايه اللي بيحركها، فاعمل فتغير في مشاعري. ولما تصب في دايره تغيير مشاعري كاني بكسر الدايره بتاعت الاكتئاب، لان الاكتئاب دايره مفرغه. بمعنى انا حاسس اني مكتئب فما بعملش حاجه، شايف نفسي وحش فحس اني مكتئب اكتر. أوكي. ومش مستمتع. أوكي. فكانها دايره بتغذي بعض. انا محتاج اكسر ده، هكسرها بحاجتين، بان انا اعرف الاساس بتاع الاكتئاب والتفكير اللي بيحركه، وتاني حاجة بقى الجزء التاني اللي هو العلاج السلوكي. بشوف أنا بحب إيه، أنا يعني كرولوس بيحب إيه بالذات، ماشي، ويروح حاطط أهداف إنه يعمل الحاجات دي حتى لو هو مش قادر. شخص المكتئب ملوش نفس لأي حاجة. لو أنا بحب أكلة معينة مش هبقى عايزها، لو أنا بحب ألعب رياضة معينة مش هبقى قادر. أوكي. فبحط جدول بالحاجات اللي أنا بحبها، حاجات تشجعني بتاعتي أنا، وهعملها حتى لو أنا مش حاسس. أوكي. بعدين اسجل في 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 النوت بتاعتي في كشكول كده ايه اللي انا حسيته بعد ما عملت ده. اوكي. وكافئ نفسي ان انا عملت ده على الرغم ان انا مش قادر. اوكي. فادخل على ليفل تاني ان انا اعمل حاجات تانية، ابتدي اكافئ نفسي واشوف التغيير في مشاعري. وانا قبل ما اعمل ده انا مش قادر، بعد ما عملت ده انبسطت ولو 10%. اوكي. فبكسر الدائر برضه، فيبتدي يصب في انه انا بتحسن والدايره بتشتغل جوايا او المكنه بتشتغل جوايا. يعني لو حصل والواحد مثلا وصل للمرحله الثانيه من الاكتئاب، احب اعرف كده رايكم في قصه ان انت تروح لدكتور نفساني. معلش يا دكتور ثانيه واحده كده نشوف اخبارهم ايه. يعني حاسس ان انت ممكن تتكسف من الناس ان هم عارفوا عنك ده، ولا هتروح في هدوء مش هتقول لحد، ولا مش هتروح اصلا؟ هو انا بالعكس دايما مع اصحابي بنتقد جدا فكره الناس اللي بتبقى خايفه. انا بصراحه ببقى شايف ان في ناس كتير حوالينا محتاجين فعلا دكتور نفساني، ودي مش حاجه وحشه اطلاقا. كلنا عندنا مشاكل في حياتنا بتاثر علينا، فانا مع فكره جدا ان الواحد يروح. وانا نفسي لو يعني من قريب سالت على دكتور لما كنت حاسس ان انا داخل قوي في حته بتاعت الاكتئاب، ما ترددتش ابدا ولا احرجت، لان فعلا انا شايف زي ما قلت لك كده في ناس كتير حوالينا محتاجين حكايه الدكتور ده. وهعرف حد او لا، غالبا يعني الناس القريبه مني ما عنديش مشكله ان هم يعرفوا، اكيد مش هكتب مثلا في فيسبوك انا رايح، لكن هقول للناس اللي حواليا ان انا يعني ماي بيست فريند مثلا، الناس اللي حواليا قرايبي مثلا، لو حد قريب مني. انا عادي انا رايح لدكتور عشان عندي مشاكل في 1 2 3 بدون اي يعني احراج او حاجه.
اوكي طب وبالنسبه لك بس بصراحه؟ بصراحه هو انا شايفاها هي حاجه مهمه جدا، هي ممكن بس المجتمع مش بيتقبلها، فكره ان احنا رابطين اذا انت رحت للدكتور نفسي ده انت مجنون بقى، عارف الجو ده، فاحنا بس عشان رابطينها بفكره ان ايه ده بتوع المجانين بس، لا لكن يا جماعه احنا كلنا محتاجين، احنا كلنا عندنا مشاكل، ما فيش حد حياته فظيعه يعني. يعني انت مستعده تروحي لو انت تعبانه نفسيا ما عندكيش مشكله تروحي؟ انا ما عنديش مشكله اروح لو انا تعبانه ومحتاجه دكتور، انا ما عنديش مشكله اروح، فكره اصلا ان انا بشارك مشكلتي مع حد دي اصلا حاجه مهمه، دي نص حل المشكله. ميزه دكتور النفسي ان انا بقدر اشاركه، فبقدر اخرج اللي جوايا، وبيبقى شخص مش جادجمنتال او حد بقى يحكم عليا انا، بس هو اكيد طبعا بيبقى دارس او فاهم او كده، فهو مش لا انت غلط اللي انت عملتيه، احنا بس محتاجين نخرج ونقول الكلام. ف اكيد دكتور نفسي ده مهم، مش عارف تروح لدكتور نفسي بس اتليست شارك مشكلتك مع حد بيفهم. صح. شارك مشكلتك مع حد بيقدر الموضوع ده، فده هيريحك، وبحس ان هي نص حل المشكله، 50% من المشكله اتحل ان انا حكيت اللي جوايا. انا بشكرك جدا يا دكتور، بشكرك جدا. شكرا. يا جماعه كملوا معانا عشان نشوف ازاي نقدر نتخلص من الاكتئاب. دخل قلبك نور. الاكتئاب القافة، القافة دي لما بترجع عليها في المعجم بتلاقيها هو الشيء اللي بيفسد شيء تاني، وللأسف الجيل بتاعنا القافة بتاعته هي الاكتئاب. من أصعب الحاجات اللي بيكون حاسس بيها الشخص المكتئب هو حاسس ان هو لوحده، عايش جوه دماغه ودماغه مستفردة بيه، مفيش حد حاسس بيه، مفيش حد فاهم كمان اللي بيقوله، هو دايما حاسس بكده. اللي احنا جايين نقوله النهاردة هو ان انت مش لوحدك، كلنا بشكل او باخر بنمر بوقت اكتئاب صعب، ولما باجي برجع للكتاب المقدس بلاقي كمان ان احنا فعلا مش لوحدنا. حنة اكتئبت، داود قال ربنا هو انت سايبني ليه، انت ليه مش موجود في الصورة؟ وطبعا اللي دايما بيتضرب بيه المثل ايوب، يسوع قال ان انا نفسي حزينة حتى الموت، كان مكتئب. وفي اشهر مزمور في الكتاب المقدس مزمور 23 بيقول ان الرب رعية فلا يعوزني شيء، بس الحقيقة احيانا بيبقى غالبا احنا عاوزنا كل شيء، احنا محتاجين حاجات كتير. ولما تيجي تنزل في نفس المزمور شوية هتلاقي ان هو بيقول ان في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي، فده معناه ان في وادي ظل موت، ده معناه ان في ضلمة بتعدي انت فيها، وده معناه ان في موت انت هتدوقه وهتحس بيه. وجود ربنا في حياتك مش دايما بيحميك ان انت ما تدخلش الوادي ده، او انت ما تدقش طعم الضلمة او المرار ده، لكن وجوده معاك بيضمن ان انت تخرج بره الطريق ده، وجوده معاك بيضمن ان انت ما تموتش جوه، ما يكونش ده هلاكك، ما يكونش دي اخرتك. في كورنثوس الثانيه بيقول كده: مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير مطروقين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وفي ترجمة تانية بيقولها بشكل بسيط قوي، بيقول إن احنا فنحن نتعرض للضغط من كل ناحية دون أن نسحق، نتحير دون أن نيأس، نضطهد دون أن نطرق. بحس قوي قوي ان احنا مش لوحدنا، يسوع مشي السكه دي، يسوع كان انسان، فهو متحد قوي معاك، متحد قوي بقلبك المحبط، ومتحد قوي بنفسك اللي انت حاسس ان هي مكسوره. بس الخبر الحلو اللي دايما بيشجعني هو ان القصه ما خلصتش عند الصليب، القصه ما خلصتش عند الموت، القصه فيها قيامة. قصتك مش هتخلص عند الاكتئاب، قصتك هتخلص بقيامة وبرجاء. لو بطنك وجعتك هتروح للدكتور؟ اعتقد ان انت هتروح للدكتور. طب لو نفسيتك تعبت هتروح؟ في فرق كبير قوي بين الطب النفسي والعلاج النفسي. الطب النفسي انك يكون عندك حاجة في كيمياء مخك مش متزبطة ومحتاج ليها مساعدة، اما العلاج النفسي ان نفسيتك تكون بس مجرد محتاجة تتكلم مع حد. لو حسيت بتعب روح لشخص يساعدك،
عشان تعيش حياة صحية سليمة بقية حياتك. روح قبل فوات الأوان. وارد إن احنا نعدي مراحل اكتئاب، بس أهم حاجة إن احنا نلحقها في الأول، لأن هي ممكن في الأول تبقى بس كل اللي محتاجاه مشورة عشان نلحق نفسنا قبل ما نوصل لمرحلة اكتئاب كبيرة. ودلوقتي نسيبكم مع التدريب الروحي ونشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي. دخل قلبك نور جديد. كل حد مننا ناقصه حاجة، مفيش حد في الحياة عنده كل حاجة. وزي ما يكون شعورك بالرضا، شعورك بالامتنان، مش جاي نتيجة انك عندك كل حاجة. اللي بيحدد حياة واحد سعيد من واحد مش سعيد هو فكرة التركيز على اللي عندي. الفرق ما بين واحد عايش راضي واحد عايش طول الوقت حاسس ان في حاجة ناقصاه هي فكرة انا مركز فكري في ايه، انا ببص للي عندي ازاي. هل انا حاطط عيني على الحته اللي فاضيه عندي وناقصه، ولا حاطط عيني على الحاجات اللي موجوده؟ واحده من الاسباب الكبيره للاكتئاب هو انك انت مركز بس على اللي انت مفتقده، سواء الفقد ده حاجه حقيقيه او الفقد دوت هو حاجه انت متخيلها. فلو انت النهارده ابتديت تركز على اللي عندك، ده ببساطه شديده تدريب لصالحك، لانك هتعرف ترفع صلاة شكر. والكتاب المقدس بيقول لتعلم طلباتكم لدى الله، اني بس اقول على اللي مش عندي واوكلته لله اللي يقدر يعتني بيا، بس في نفس الوقت انا قادر ابص على اللي في ايدي. لو انت ابتديت تقوم الصبح وبتبتدي يومك كده، شكرا ان انا عندي نفس، واحد من ضمن الحاجات انا قادر اتنفس، او انا قادر يبقى عندي عيلة، او ان انا قادر يبقى عندي صحاب، او ان انا قادر اكون لسه موجود، او قادر اتحرك، او قادر افكر، او قادر ابص دلوقتي للفيديو اللي انا بتفرج عليه واتعلم حاجة جديدة. كل الحاجات دي بتقول انك انت عندك كتير، بس احنا عندنا مرض كبير اسمه مرض اعتياد الاشياء. انا تعودت ان الشمس تطلع الصبح وتغيب بالليل، فان هو نظام حاجة عادية، بس غالبا واحدة من ضمن الحاجات اللي مثلا زي السيول والحاجات اللي حصلت الوقت اللي فات، او فيروس زي كورونا او مش عارف ايه، بيقول لنا شوف بركة انك انت تعرف تنزل وتمشي، شوف بركة انك انت بتروح الشغل وترجع عادي، شوف حاجات كتير من دي. لو انت ما خدتش بالك منها عمرك ما هتعيش ممتن. انا اشجعك تكتب لستة صغيرة بالحاجات اللي موجودة عندك. انا عارف دماغك دلوقتي مكبرة حجم اللي انت مفتقده وانت بتسمعني. لو انت بتكتب اللي عندك، ساعتها الفقد هيبقى حاجة من ضمن الحاجات اللي انت فاقدها، لكن لما بتبقى مركز بس على الفقد فانت بتحس ان انت فاقد كل شيء، فبتبقى حاسس بمرارة. تركيزك على الإيجابي اللي عندك يخليك تبقى راضي، يخليك تبقى ممتن، يخليك تبقى شاكر. أنا بشكرك جداً يا دكتور. أي حد بيدخل هنا لازم شد التيشيرتات يا جماعة بعد إذنك، يعني مش معنى أن أنت ورا الكاميرا ما تشدش التيشيرت. حاطه عالية جيبانة، شايفك حتى كالمدى التالي في العربية والتناسة. أنا أنت مش فاهم حاجة دي. بتضحك ليه دلوقتي؟ بتضحك ليه؟ كان حلو، بتحكي ليه؟ ورياكشنات عزت قوية برضو، لأن بس عزت مندي رياكشن. خادم سبب في ايه؟ خدنيش كده، خدنيش حياتك كان من ايه؟ لا ما اقول هيعمل تلفريك من البيت لجانا وهيبعت لنا كياس كده تمشي. الموضوع